بتحط أو بتضع عند الطالب بعض المفاهيم اللي ممكن إنه هو يستخدمها حتى يتدارك عملية الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. أما كمساقات كاملة لهذا الشيء لا يوجد. أنا بتهيألي إنه وأعتقد كمان إنه الدور الأساسي بيرجع على عمادة شؤون الطلبة، نعم. على أضاهية التدريس، بتوعية الطلبة كيف إنهم يستخدموا التكنولوجيا بأفضل طريقة، بحيث إنهم ما يقعوا تحت أي مطب في حياتهم بسبب الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. وبخص هنا، معلش يعني اسمح لي، بخص هنا كمان توعية طلاب الجامعات اللي هم الفئة العمرية الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي، توعيتهم أنه ليس كل ما يعرف يكتب، هاي ضرورة جدا، وما في ضرورة إنه كل الناس اللي موجودين يعرف يعني اللي موجودين عندك على القائمة أو أصدقائك أو معارفك يعرفوا أنت في اللحظة هذه وين، أو أنت شو قاعد بتساوي في اللحظة هذه. ياما صارت عندنا مشاكل من نتيجة إنه وضعوا صور انتشرت على بين إيدين ناس مش موجودين، عملت عندنا مشاكل اجتماعية كثيرة جدا. وحاليا أنا بجوز بسمع إنه في بالنسبة بالنسبة للمحاكم في قضايا كثيرة جدا، في قضايا الشرف وقضايا كل ما يختص في مجال المعلوماتية. نتيجة معظم القضايا هناك بتلاقي حتى بتروح على كاتب العدل المباشرة، بتروح على كاتب العدل بقول لك فيسبوك، كاتب العدل المباشرة بقول لك قضية فيسبوك، قضية واتساب، قضية كتاب العدل الإلكترونية، ليس كتاب العدل، إما بحكي عن الكتاب اللي بيكونوا موجودين على باب المحاكم وليس كتاب العدل. لذلك نعم هناك دور بإمكان الجامعات إنها تتخذه، أعضاء هيئة التدريس يتخذوه، بحيث إنهم من ناحية التوعية أن ينشوا مساق يعرف ما هي التكنولوجيا واستخدامها. ما بنقدر نقول مساق، إنما جلسات ممكن تكون عن طريق ورش عمل، ممكن تكون عبارة عن ندوات الطلاب اللي موجودين، توعية وليس أكثر من توعية. دكتور منتصر، هل مواقع التواصل الاجتماعي وكل هذه الغزو الإلكتروني أشغلت الشباب الأردني في الانخراط في العمل السياسي وفي العمل الاجتماعي؟ لأننا أصبحنا نلاحظ أصبحنا ننظر للموضوع بسخرية أكثر من أننا ننظر لجوهر الموضوع. نرى هذه الحزمة من التغييرات السياسية ومن هذا الربيع العربي التي أتى، لكن رأينا الكثير من الشباب أخذوه بطريقة السخرية والكتابة الساخرة وما شابه من ذلك، فقدنا جوهر الموضوع من خلال الإلكترون، من الغزو الإلكتروني. هل تعتقد أن التكنولوجيا أشغلت الشاب الأردني في أن يتقن العمل السياسي والتواصل الاجتماعي بطريقة سليمة؟ يا سيدي، هي بالتأكيد مواقع التواصل الاجتماعي هي يعني أخذت معظم وقت الشباب. نعم. لكن الآن يعني إذا بدنا نحكي الآن ما مدى يعني العمل السياسي، هل سيتم من خلال وما مفهومنا للعمل السياسي؟ ما مفهومنا نحن كمواطنين للعمل السياسي؟ هل العمل السياسي يقتضي على يعني إنه أكون أنا معارض هذا عمل سياسي؟ يعني لازم أكون معارض أنا حتى أكون سياسي؟ هل يعني يجب أن يكون مفهومنا للعمل السياسي ينبع من باب أو من مفهوم المواطنة الصالحة؟ المواطنة الصالحة. نعم. مفهوم المواطنة الصالحة. نعم. هلأ هنالك الكثير على الصحف الإلكترونية، يعني أنا كمستخدم للإنترنت لا أجد إلا لغة النقد، النقد ثم النقد ثم النقد ثم النقد. نعم. لحتى صرنا نبحث عن مديح واحد لا تجده. نعم. هل نحن وصلنا إلى هذه المرحلة من جلد الذات لهالدرجة؟ نعم. عدم احترام الذات لهالدرجة؟ نحن يعني ما هو مفهوم الشخص، مفهوم الشاب، خليني أحكي عن فئة الشباب، ما هو مفهوم الشاب لموضوع الإصلاح؟ هل الإصلاح يعني أن هنالك شيء معطل يجب أو باللغة العربية خربان، يعني عندي سيارة خربانة بدي أخذها على الميكانيكي أصلحها، ما بتمشيش السيارة مش ماشية؟ نعم. يعني كيف تنظر لهذه المفاهيم؟ نعم. برأيي بوجهة نظرك كيف، ما هو الإصلاح؟ أنا بوجهة نظري أن الإصلاح هو السعي نحو الأفضل، السعي نحو التطور، التطور ما هو موجود. نعم. من نحن إن كنا سننظر
يعني الآن هذه الكأس هنالك جزء منها فارغ وجزء ممتلئ. لماذا دائما ننظر إلى الجزء الفارغ؟ لماذا لا ننظر إلى الجزء الممتلئ؟ نعم، لكي نملئ الفارغ. بالتالي وبالتالي لو كنا لا سمح الله يعني بالوضع الذي يوصفونه على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية بالنقد، ماشي، في حرية رأي، سقف الحريات عندنا والحمد لله في المملكة الأردنية الهاشمية عالي جدا، عالي جدا سقف الحريات، وهذا لكن هذا ضمن توجيهات ضمن توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه، لكن سقف الحريات مرتفع جدا، لكن يجب علينا أن لا نجلد ذاتنا، أن لا يعني هنالك بناء كفانا جلد للذات، بالضبط يجب أن هنالك بناء موجود. نعم، ونحن نعيش والحمد لله بأمان، نعم، بأمان في ظل القيادة الهاشمية، ظل القيادة الهاشمية، وإن كان هنالك وضع اقتصادي صعب، هذا الوضع الاقتصادي الصعب ولدته الظروف الخارجية المحيطة فينا. نعم، يعني الحكومة لا سيطرة لها على بورصة النفط حتى تقول والله خلي برميل النفط ب$50 ولا برميل النفط ب$30. نعم، برميل النفط البورصة العالمية تطلع بيصير 150. نعم، برجع بيصير 100. نعم، ولذلك الوضع الاقتصادي صحيح في صعوبة شوي، لكن والحمد لله لسنا بما يصفونه من يعني لا سمح الله من خراب وآخره، كما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه من إحدى السلبيات، أننا فقدنا جوهر الموضوع. بالزبط، وفقدنا حماسه، ويد كانت فترة إصلاح قوية، وما زال. نعم، قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه يسير بقوة وبتقدم في هذه العجلة، ولكن لا يوجد تفاعل من الأطراف. يعني نرجع على موضوع الإصلاح إذا سمحت لي. نعم، ونحن نتحدث الآن لفئة الشباب، وإحنا هذا البرنامج حكي شباب، والحمد لله نحن جميعا من فئة الشباب. نعم، إذا كنت حاسبيني من فئة الشباب. لا، أنت شاب. نعم، موضوع التعديلات الدستورية. نعم، موضوع إنشاء المحكمة الدستورية وإلى آخره من تعديلات، موضوع الآن حقيقة موضوع النظام الداخلي لمجلس النواب. يا إخوان، هنالك نقلة نوعية. نعم، في الحياة التشريعية في الأردن. نعم، لكن نحن بحاجة لمن، وأنا بحمل جزء من المسؤولية على خلينا نقول نوابنا الأكارم الأفاضل. نعم، مجلس النواب الذي نجل ونحترم. نعم، نحمله جزء من المسؤولية، يجب أن نتحدث. نعم، يجب. نعم، أن نتحدث ونوضح للقواعد الشعبية. نعم، لما نرجع من عمان، نرجع لعجلون، نرجع للسلط، لما نقعد نلتقي مع القاعدة الشعبية، إنه نحكي مجلس النواب شو عم بيشتغل. نعم، مجلس النواب شو عم بيعمل. وكأنك تقول أنه يجب على الشعب الأردني أن ينظر النظرة الإيجابية المتفائلة. نعم، لكي نبني أردن خالية من الفساد، خالية من الواسطة والمحسوبية، خالية من البطالة، وخالية من كثير من المعاني. أشكرك على هذه النظرة المتفائلة. دكتور نجاد، كلمة أخيرة، كيف للآباء أن يتحكموا في إدمان أبنائهم على الإنترنت، وكيف لرب الأسرة أن يؤطر وأن يضع حدودا وقيودا لابنه ولأبنائه في كيفية استخدام الإنترنت؟ ورسالة منك إلى طلابك وإخوانك الشباب الأردني لكي كيف يستخدم الإنترنت بالطريقة المثلى. نعم سيدي العزيز، إحنا الآباء تقع عليهم المسؤولية كاملة. نعم، أنا في رأيي الشخصي قبل مسؤولية. نعم، أي شيء آخر. التكنولوجيا في وضع الحالي، مواقع التواصل الاجتماعي، الانترنت وغيره وغيره من وسائل التكنولوجيا، كلياتنا يجب أن نمشي على هذا التيار، صغير وكبير لازم ننساق احنا مع هذا التيار. نعم، ما بنقدر نجدف عكس التيار، لكن بدنا نمشي مع التيار صح بوسيلة صحيحة. نعم، نستخدم مركب آمن حتى نمشي في هذا التيار. لذلك أنا بشجع كل أب أنه ما يمنع أولاده على الإطلاق من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة حاليا، بالعكس تشجعهم باستخدامها، لكن بالطريقة السليمة، ضمن أطر وطرق سليمة، بالضبط بما يعود عليهم بالفعل. نعم. نعم، ما في أي مشكلة إذا أنت كان عندك أكسس أو طريقة للدخول على حساب أبنائك. نعم، يجب أن تجعل أبنائك مراقبين، ويجب أنهم يعلموا. نعم، أنهم تحت المراقبة، فبالتالي بالضبط يظلوا under control بالجميع. نعم، بكل الوقت. نعم، ايضا بالاضافه لهيك بامكاننا انه احنا نستخدم بعض البرامج البسيطه التي نجدها موجوده الان في الاسواق المحليه في. نعم، كل بساطه حتى باسعار رمزيه جدا، نقدر نستخدم هاي البرامج حتى تمنع
أبنائنا إذا مثلا واحد من الأبناء سولت نفسه أنه بيشوف بعض المواقع اللي بتعارض مع ديننا وأخلاقنا، بنقدر نمنعه. بنقدر إحنا ننزل عنا برامج على أجهزتنا بتفرجينا أبنائنا بعد ما خلصوا شو بالضبط، شو هي المواقع اللي زاروها. وهذا شيء بمتناول الجميع، مثل ما هو هاي مثل ما هي البرامج هاي موجودة ومتناولة للأسرة أو في الأسرة واحدة، بإمكانك أنك أنت تطبقها على المجتمع الأكبر، كان تطبقها في الجامعات، في المدارس وغيره وغيره. رسالة أخيرة إلى أخوانك وأبنائك الطلبة يا سيدي العزيز والشباب الأردني، كيف يستخدم التكنولوجيا؟ استخدام يعني هو الاستخدام الصحيح، فقط الاستخدام الصحيح، لا تجعل هناك أي مضيع على الوقت. الوقت هو عبارة عن أثمن شيء تملكه، خاصة في عصر الشبوبية خلينا نحكيها. لذلك استخدم التكنولوجيا بشكلها الصحيح، حاول كل جهدك أنك أنت تبعد قدر المستطاع عن نشر خصوصياتك وخصوصياتك الخاصة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. ودائما اتأكد من الأشخاص اللي بدك تضيفهم على القوائم الموجودة عندك، من هم هذول الأشخاص وشو بتعرف عنهم. أشكرك دكتور منتصر. نهاية، كيف ترسل رسالة أو ماذا تقول لإخوانك الشباب، وكيف تقول لأرباب الأسر ليوجهوا أبنائهم للطريقة السليمة للاستخدام للإنترنت؟ حقيقة يعني الرسالة اللي بحب أوجهها إنه أنا بشجع الجميع على استخدام التكنولوجيا. التكنولوجيا وجدت لرفاهية الإنسان، وإحنا بنحب إنه المواطن الأردني إنه يكون مرفه، وبنحب إنه لكن يجب استخدام هذه الوسائل ضمن ضوابط. وللأسف الشديد إنه إحنا معظم مستخدمي الإنترنت وإن كانوا كثر في الأردن هم من المبتدئين، يعني لا خبرة لهم، يعني البرامج التي توضع للمشغلات يعني البرامج اللي موجودة هي سهلة جدا استخدامها، لكن هنالك محاذير كثيرة، خصوصا زي ما حكى الدكتور نجاد إنه يجب التجنب إنك توضع خصوصياتك على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه سيتم استخدام هذه الخصوصيات في مرحلة معينة من أشخاص ضدك. والنقطة الأخرى إنه إحنا شبابنا وحتى الكبار السن، كثير الآن من كبار السن بالخمسين وبالستين وبالسبعين بيستخدموا الإنترنت، وهم يعني مستخدمين خلينا نقول مبتدئين للإنترنت. بالتالي يا سيدي العزيز، السمة العامة لمواطننا الأردني هي الطيبة وعدم يعني وحب التواصل مع الآخرين، وبالتالي قد تستخدم هذه الطيبة ضده بطريقة سلبية. وزي ما حكيت يعني تعقيب على كلام الدكتور نجاد، إنه إحنا في عنا في الجامعات مادة مهارات الإنترنت، يا حبذا يا حبذا إنه لو يتم من قبل الناس المتخصصين في موضوع تكنولوجيا المعلومات أن يتم إعادة الصياغة لهذا المنهاج، وأن يوضع منه على الأقل فصل لتوضيح يعني موضوع الهاكرز والقراصنة والمبتزين الذين يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، يتم الآن أصبحت وسيلة من وسائل الابتزاز للأفراد. نعم، أشكرك جدا دكتور. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أنني أشكر الدكتور نجاد النجداوي على هذه الحلقة المتميزة، وأعطيك العافية دكتور، وأشكر أيضا دكتور منتصر القضاوة على هذه المعلومات الجميلة. أيها الشاب الأردني، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أرسل تحية لكل شاب أردني، ونحن عماد الأمة وليس عماد الأردني فقط، ونحن نمتلك أقوى شباب المنطقة، ونحن مقياس لقي الأمم وانحطاطها. فيا أيها أصحاب القرار، لا تتناسوا ولا تسهوا عن الشباب الأردني، فهم أفضل شباب الوطن العربي. في نهاية الحلقة أشكركم جدا أيها المشاهدين الأعزاء. أيها الشاب الأردني، إياك أن تكون مفعولا به، كن دائما فاعلا مهما حسست بالكسرة، اترك بقلبك فتحة تدخل منها الأحلام، لا تكره أحدا لمجرد أنه اختلف معك، واجعل مشاعرك ضمة لكل الناس، لا ترضى أن تكون مجرورا به من أي أحد، فستلقى نفسك دائما مرفوع الرأس، لا تنخدع إلى كل من يبتسم في وجهك، واحذر من أدوات النصب، اشتغل واحلم وتحدى، ولا تسمح بأن يكون مستقبلك مبنيا للمجهول، عش دائما مبتدئا، واحرص ألا تكون مجرد خبر. حمى الله الأردن وطنا وملكا وشعبا. تحية مني أنا إبراهيم العوامل ومن فريق عمل برنامج حكي الشباب، نلقاكم الأحد المقبل على الساعة 7:15. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته.